القاهرة والناس. الآن موجز الأنباء. هنا القاهرة. سيداتي، أنساتي، سادتي، خالص تحياتنا التي لا تعد ولا تحصى، وإليكم العناوين. نائب أمريكي: واشنطن قد تنقي قاعدتها العسكرية من قطر. الجزيرة: أداة قطر لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. وزير الخارجية القطري: الاختراق جريمة سنلاحق مرتكبيها. تفاصيل الأخبار بعد الفاصل. إليكم تفاصيل الأخبار. قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أندرويس أن الولايات المتحدة قد تنقل قاعدتها العسكرية بقطر إلى بلد آخر إذا لم تغير الدوحة من تصرفاتها الداعمة لجماعات متشددة وإرهابية. وتستضيف قطر واحدة من أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في العالم في منطقة العجيد. جاهزة؟ جاهزة. أظن الأخ تميم محتاج مساعدة. إشمعنى؟ علشان ما يبصش للخلف ويطمئن على القاعدة. تصريحاتك يا أخويا دايما عظيمة. إشمعنى؟ عايزين أطمئن إن قاعدتك سليمة. لو شالوا القاعدة الأمير هيكل دم. إيش معنى؟ بس في الآخر هيقول للأمريكان تميم يا فندم. ديكي في العش قال لي فين القاعدة يا ولية؟ إيش معنى؟ عايز يشوف بعينه القاعدة المصرية. بيعلموهم شوية تدريبات على شوية ألباندا. إيش معنى؟ والأمريكان بيقبضوا وبيقولوا له قطر من ده. يتبنى الخطاب الإعلامي لقناة الجزيرة القطرية موجة من التحريض، فهي القناة التي فتحت أبوابها على مصراعيها للإرهابيين ومقدمة سلسلة من الأكاذيب عبر برامجها المختلفة. وتتبنى القناة سياسات داعمة للإرهاب في المنطقة، مما يشكل تهديدا للأمن العربي في ظل إفساح القناة المجال للأفكار والقيادات الإرهابية للظهور وتقديمها للرأي العام العربي. جاهزة؟ جاهزة. دخل العشة وقال لي أنا ديك البراري. إيش معنى؟ وريني يا أخوي، أنا عايزك تزعزع استقراري. أنا عشتي دايما مفتوحة الأبواب. إيش معنى؟ تعال يا حبيبي وأنا أوريك معنى الإرهاب. ديكي بيكذب وحالته خطيرة. إيش معنى؟ طلع شغال مع قناة الجزيرة. جاي يقول لي أنا جامد ولعيب. إيش معنى؟ قلت له يا خيبتك كل دي أكاذيب. تمومة راح يتعالج في القاعدة الأمريكية. إيش معنى؟ طلع عنده عطل في جزيرته القطرية. قال المتحدث ياسر ابن ملط الملبوس عن وزير الخارجية القطري أن اختراق وكالة الأنباء القطرية جريمة إلكترونية سيتم تشكيل فريق للتحقيق فيها للوصول إلى مرتكبيها وتقديمهم للقضاء. وأضاف إن قطر تحتفظ دوما بعلاقات ودية مع دول مجلس التعاون الخليجي وتسعى لعلاقات خليجية متينة لإيمانها بأن المصالح الخليجية واحدة والمصير واحد. جاهزة؟ يلا جاهزة. جاسر ابن ملط الملبوس جد له كحة. إيش معنى؟ أخبار كاذبة وكلها عارية عن الصحة. أهم حاجة في السياسة الأخلاق. إيش معنى؟ بس يا أخويا أو عامل الاختراق. الدنيا مقلوبة والتصريحات علنية. إيش معنى؟ أصل الاختراق كان صعب شوية. في نهاية النشرة إليكم أهم ما جاء بها: نائب أمريكي: واشنطن قد تنقل قاعدتها العسكرية من قطر. الجزيرة: أداة قطر لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. وزير الخارجية القطري: الاختراق كريمة سنلاحق مرتكبيها. يحفظكم الله في رعايته، وإلى اللقاء.